يقال بأن لكل مشكلة حل، رغم أن الاهتمام بكل موظف ضمن كادر العمل يعتبر أمر معقد، لكن مع تطور أساليب إدارة الموارد البشرية بالتعامل مع الموظفين أصبح علاج المعوقات التي تعرقل سير العمل والتخفيف من أعباء الموظفين أمر ممكن. بيبقى الاهتمام بالكوادر البشرية وتطوير قدراتها عبر تحفيزها ومساعدتها على التخلص من مشكلاتها غاية علم إدارة الموارد البشرية. لنتعرف أكثر على مفهوم جديد بالتدريب وهو الكوتشينج، بصيرنا نستقبل الأستاذ رواد النعمة، مدرب بإدارة الموارد البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم يا رب، يسعد صباح جميع المشاهدين، يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة. بالبداية خلينا نعرف المشاهدين عن الكوتشينج أو التدريب الفردي، شو هو؟ هلأ خلينا نقول الكوتشينج هو وسيلة نحن بنحاول، أو خلينا نقول أداة أو طريقة بنحاول نساعد فيها الشخص ليحسن أداءه على صعيد العمل. غالبا بيكون الموظف عم يعاني من مشكلة بالأداء، أو في مشكلة قلقته، أو بده يطور حاله بس مو عارفان يطور حاله، بحاجة لعناية خاصة بهذا الموضوع. فبيجي هون دور الكوتشينج أو الكوتش أو المدرب، اللي هو بيكون تقريبا جلسة فردية مع الشخص، هدفها طرح أسئلة على هذا الشخص لحتى يقدر يلاقي الطريق الصح ليوصل لحل مشكلته، أو ليوصل ليتعلم مهارة جديدة. مثلا إذا نطرح مثال، كتير أنا بعمل كوتشينج بموضوع إدارة الوقت، تايم مانجمنت. فبتجي الأشخاص لعندي أوريدي عارفاني أهمية الوقت، أنا دوري إني أطرح أسئلة لأشوف وين العقبات اللي بتصير معه، وين الأمور اللي بتتعرض لها بتخلي في تقصير بالوقت عنده، بتخلي في عنده ضعف بإدارة وقته، بيخلي عنده ضعف بإدارة الأولويات. منبلش أنا وياه بعدين نحط، خلينا نقول كيف شو النتيجة اللي بنوصل لها من القعدة تبعنا أو من جلسة الكوتشينج اللي عم نعملها. بعدين بصير نحط خطوات تنفيذية واقعية ومنحاول نتابعها على طول بجلسات متتابعة ورا بعضها لتخلص آخر شيء نوصل لمرحلة إنه الشخص عم يدير وقته صح، عم يستخدم أولوياته صح، ما عم يحط شيء حساب شيء، بنفس الوقت عم يقدر يفوض غيره بطريقه صح. نعم. هيك مثال بسيط انه كيف بيكون الكوتشنج، هي عباره عن جلسه صغيره برجع بقول لك هدف الشخص يطلع حل من حاله، مو نفرض عليه حل. ايه بس هي تدريبه بده وقت، يعني يمكن اصعب شيء عند الحدا الفوضوي او عند الحدا يلي ما حاطط خطوط اولويه بحياته انك انت يمكن تدخله بمتاهه التنظيم واداره الوقت. قديش صعبه وقديش يعني الواحد لازم يكون عنده القدره لحتى انه هو يبلش ستيب باي ستيب. مو بس هيك، حتى الكوتش نفسه عليه عبء، لانه بس شخص يجيني هو انا ككوتش، فانا اوريدي هو حاطط ثقته فيني، فانا علي عبء. وهذا معظم الكوتشز بيصرفوا فيه، هي اخر شيء مرحله هي تشيكينج، التحقق والمتابعه. لازم الشخص الكوتش لازم على طول يتابع هذا الشخص، يلاقي وسائل او طرق يتابعه فيها. بس انا بس كون ككوتش مثلا، هلا حاليا على نتيجه السوشيال ميديا اللي عم تطلع، وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك واتساب، فالشخص بيجي عندي كوتش بيصفي عم بيشوف لي بمنامه، يعني بالليل ببعث له شو صار معنا بهذا الموضوع، شو عملنا، فبصفي في متابعه دائما، بحس انه في حدا رقيب معه، مو رقيب سيء، رقيب بشكل جيد لمصلحته، لانه انا بطلع الحل منه. يعني بقول له شو بدك تساوي، شو بدنا نعمل سوا، ببلش يحط خطوات بضيف انا عليها، بقول اوكي بدنا نلتزم فيها، بصفي عم تابعه. بس عم تابعه هو في صفي، هو عم بحس انه انا مو بس موجود لحالي بالعمليه، انا بدي اضبط حالي واضبط وقتي، في حدا معي عم يحاول يساعدني اضبط وقتي، في التزام اكثر 100%. طيب خلينا نحكي عن خطوات الكوتشينج بالبدايه، خطوه خطوه. اذا هلا خلينا نقول كوتشينج، الكوتش هي كلمه مؤلفه من 6 حروف، تمام، او عفوا 5 حروف. اول حرف هو السي، كومبيتنسي. الكومبيتنسي يعني الكفاءه. هون نحن هدفنا نقيس الشخص مستوى المهاره اللي عنده بالموضوع اللي جاي يعمل فيه كوتشينج. هون غالبا نحن بنبلش بسؤال بسيط، انه مثلا شو عنا، شو عملنا، شو مسوين، شو لحل هلا، وين واصلين. بعدين هي الاو، اوتكمز النتائج. هون بنحاول نرسم صوره، هي الصوره نحن شو الصوره المثاليه اللي بدك توصل لها بعد خلينا نقول هالجلسات، او بعد هالمجموعه من الجلسات الكوتشينج او الكوتشينج سيشنز اللي بنعملهم نحن معك. فهو بده يوقف هون، بده يحط، بده هون يرسم صوره. اذا ما قدر يرسم صوره، هم نعرف هذا الشخص عنده مرحله ضياع او عنده مرحله وعي بالذات. اذا عنده مرحله وعي بالذات، فهذا الشخص بنحاول نطلع منه الصوره ونحسن له اياها، يعني شو النتيجه بدك توصل لها. انا بدي اوصل لمرحله اني ما عندي ضغط عمل، انا بدي اوصل لمرحله اني مثلا عم نحكي على اداره الوقت، انا بدي اوصل لمرحله انه انا قادر عندي وقت فراغ قادر اطول حالي فيه، انا بدي اوصل لمرحله ما عم بتلبك وبتخبط، قادر احط خطه والتزم فيها. اوكي حلو. اشخاص لا، في اشخاص بيجوا ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، فنحن بنفرض عليهم الخطه، بنحاول نساعدهم فيها. بعد مرحله هي مرحله الاكشن. الاكشن هو بنحط معه للشخص خطوات، كل خطوه ولها خلينا نقول تاريخ محدد لحتى ينفذها. فهم بنقول له الشخص شو بدك تعمل، شو ناويين نعمل، لو فرضا بدنا ننجح شو الطريقه المثاليه. فبلش هو بقى يحط معنا هي الخطوات واحده واحده. اخر مرحله هي المرحله الاهم والاكثر تعقيدا، وكثير من الكوتشز عندهم اهمال فيها، هي CH، خلينا نقول التشيكينج، التحقق والمتابعه.
هم نحاول عطول الشخص نحطه بموقف انه بعد عدة بالجلسة الثانية انه شو كيف فرقت حالك، وين ملاقي حالك متطور اكثر، وين ملاقي حالك في عندك بعد ثغرة. اوكي طيب خلينا نستفيد من الوضع الحالي، خلينا نتذكر كيف كنا عم نعمل. اوكي هلا شو عم تعمل، شو ملاحظ الفرق. هاي المرحله بدها كثير متابعه، وغالبا ما في الكوتش خلينا نقول او المدرب المثالي هو اللي بتابع بشكل يومي مع هذا الشخص كل يوم بيومه حسب الخطوات اللي حطينا لحتى يحس حاله هذا الشخص انا متمكن من الموضوع. نعم رواد، يمكن نحن ظروف صعبه عم نمرق فيها، هذا الحكي اللي عم تحكي او الكوتشينج بده شوي هيك ريلاكس وبده هدوء وبده متابعه مثل ما قلت. النتائج لما عم تدخل الكوتشينج على حياتنا اليوميه، لما عم ندخل بهيدا التدريب، لما عم نحط حالنا تحت هدول التجارب انه نحن ننظم حالنا، كيف عم تكون النتائج؟ كيف عم تكون يمكن الاستجواب من الناس من الاشخاص يلي عم تتعامل معهم؟ هلا هي بتجي لفكره انه تقريبا النسبه خلينا نقول عم تطلع بنسبه 80%. حلو، مشان اكون معكم واقعي. ما بقول حقول 100%، 20% بتضل. ليش؟ لانه الشخص غالب احنا بس نطلع من منطقه الراحه تبعنا نتوتر، فعطوه بنحاول نرجع ل خلينا نقول للشيء اللي ما بنرتاح فيه. مثلا احدى المرات بكوتشنج بتايم مانجمنت اكتشفت انه الشخص خلينا نقول ما عنده التزام، فبلشت معه بشغله مضحكه، قلت له اوكي بترتب تختك اليوم؟ قال لي انه لا تزن فيها. فهو صفى ما بيرتب تخته، بس رجع صفيت انا من ورا نقي صفى رجع يرتب تخته، فصفى شوية عنده التزام عنده. فانه قليل بقى تجاوبه هالموضوع. اثنين، غالبا الشخص احيانا بيجي غلط، بيجي بوقت غلط لعنا ونحن بنتدخل بوقت غلط. هاي مهاره لازم تكون عند الكوتش انه يعرف انت يتدخل، فبيجي بوقت بيكون الشخص واقع فيه بازمه بمشكله كثير كبيره. لانه الكوتشنج ما بينفع، كوتشنج انت بينفع بعد ما تخلص المشكله، بعد ما تخلص الازمه. هاد اللي بدي اسالك عنه، يعني في اوقات محدده للكوتشنج، الوقت المناسب ايمت لازم يكون؟ اول شيء لما الواحد يجي يطلب منه نصيحه للشخص من ذاته، ما ينفرض انه هو يعمل له كوتشنج. اثنين، بالاوقات اللي بيكون فيها خلينا نقول بحاجه لحل مشكله، بحاجه لتطوير، باوقات خلينا نقول فيها هدوء، ما فيها خلينا نقول ازمات وتقلبات جدا عاليه منشان الشخص ما يتوتر وما يحس في حاله عبء اكثر. الاوقات الغير مناسبه خلينا نقول ان هي بتجي كثير شائعه، يوم بيكون بالشركات عم ينفرض تغيير كامل وسريع متسارع، يوم بيكون الشخص عم يقع بمطبات كتير كبيره، يوم بيكون الشخص اساسا رافض التدريب، رافض يتطور. وهذا قديش نحن فعلا قادرين ننفذه على ارض الواقع؟ يعني هذا الحكي كتير جميل، بس ضمن ظروف يمكن المعيشيه اللي عايشينها والحياه اليوميه، قديش فعليا قادرين ننفذ هيدا الشيء؟ هلا الكوتشنج عم بيكون بسوريا للاسف نتيجه انه احنا الوضع اللي عايشين فيه، ان شاء الله يا ربك ما يقولوا الله يفرج ونفتح هذا الموضوع، عم بيكون قليل. بفترة خلينا نقول 2010 كان أو قبل الأزمة بتبلش، كانت بلش في بذرة تطلع على هذا الموضوع، بلش في ناس مختصين عم بيجوا عم بيفوتوا على المؤسسات يقعدوا مع الأشخاص فرد لفرد. هلأ قليل عم بيكون هذا الموضوع، نتيجة أنه نحن أساساً واقعين بأزمة، وفي عنا اليوم كل يوم تقلبات جديدة، وكل يوم عم بتصير مع الشخص مصايب عم بتخليه يفكر بسرعة، ما بده حدا يكون معه. هذا بفكر معه سريعة دائما، تمام، في عنا تواتر سريع بالحياة، ما عم نقدر نلعب. شغلك، ظروف بيتك، ظروف حياتك، كلها هي فجأة عم تكون، ما في تنظيم تماما. هلا بالعالم العربي بالبلدان الثانية اللي ما بتعاني من أزمات، الكوتشنج كتير ظاهرة كبيرة، في أشخاص حتى شغلتهم كوتش، عندهم شركات خاصة بتستعين فيهم شركات من برا لحتى يجوا لعند الموظفين ويساعدوهم فقط. وهي الشركات كتير عم بتحب الشخص نفسه، عم بيلاقي فائدة لأنه بيكون التدريب موجه له لاحتياجاته بالاسلوب اللي بيحب، ما بيكون بضمن خلينا نقول قاعه عامه في نوعا ما فيها عم تحاول يتوجه للشريحه الوسط مثل ما بيقولوا، لا بيكون هذا الشيء بخصه باللي بيفيده بالضبط. نعم رواد، خلينا شوي نخبر المشاهدين كل يعني كيف كل حدا فينا هو بيقدر انه يكون كوتشنج لحاله. اول شيء لحتى الواحد يقدر يكون كوتش بده يتمتع بعده مهارات. اول مرحله هي مهاره الانصات، الاستماع، انه انا بس اقعد مع الشخص الاخر كون عن جد عم بصغيره بكامل انتباهي، تمام، كون عن جد عم بتابعه بحذافيره، كون عم بتفهم، ما بس عم بسمع حكيه بل عم بسمع كمان لغه جسده، حتى عم بحاول اقرا تفاصيل حركاته، تفاصيل لغه وجهه، حتى اقدر استنبط المشاعر اللي هو بخبيها بالحكي اللي عم بحاول يوصل لي. لازم يكون عندي مهاره خلينا نقول التعاطف، يعني انا اقدر احط حالي بمحل الشخص الثاني وشوف كيف هو شايف كيف هو شايف الموضوع من منظوره. معظمنا بس يحاول يحل مشاكل، نطلق احكام دغري انه حاول اعمل هيك، حاول سوي هيك، حاول كذا، ما بنحاول نسمعه للاخير. قلت لك انه ما تعمل هيك، تماما، فما بنحاول نسمعه للاخير، وبالتالي دغري بنحاول نطلع له هي التسكيجه السريعه حلها. بس نحن بنحاول لا بالانصات نسمعه للاخير، نفهم كل الموضوع، بالتعاطف نفهم الموضوع من وجهه نظره مو من وجهه نظرنا، عشان نقدر نعطيه الحل اللي بيناسبه قولا واحدا. لازم نعرف امتى نتدخل،
لانه معظم في ناس بتفكر الكوتشنج انه لا بس لاقي مشكله دغري بتدخل، لا احيانا في مشاكل ما بدها تدخل بنوب، توقف على جنب تنطر لتخلص، تقعد مع الشخص تخليها هي هذا الموضوع فرصه لنتعلم من غلطنا، درس مو فورد انا في يجي نظر عليه هو بمشكلته والموضوع كله عم تتراكم عليه. في موضوع ثاني هو موضوع نحن بنسميه نظريات التعلم، كل واحد الاسلوب تعلم خاص فيه. واحد بيحب يتعلم عن طريق انه هو يسوي شيء بايده، في عالم بتحب تتعلم عن طريق انه هي لا تشوف غيرها كيف عم يشتغل تتعلم، بسموهم انعكاسيين نوعا ما. فالكوتش الشاطر هو الكوتش اللي بيعرف نظريات التعلم بشكل منيح وقادر يميز الشخص شو اسلوب تعلم المفضل ويطرح الاساليب والوسائل اللي بتساعد هذا الشخص بالاسلوب اللي بيحبه. اثنين لازم الشخص، نحن في عنا عده انواع ثلاث انماط من المتعلمين كمان زياده، هن المتعلم البصري المتعلم السمعي والمتعلم الحسي. فينا نقول هدول من انماط الكوتشينج يعني هدول من احدى وسائل هدول نحن بنستفيد منه ان نطرح وسائل بالكوتشينج مثلا الشخص هي صفات لازم تمام. يتمتع فيها صفات لازم يتمتع فيها انه يعرف الشخص هذا هل هو بصري، اذا بصري فهو بده يحاول يجيب له خلينا نقول وسائل معينه وسائل اضاحيه تكون بصريه، ممكن يطرح عليه فيديوهات، ممكن يطرح عليه رسومات اشكال، اذا بده يشرح له الفكره بده يرسم له اياها ما بده فقط يكتفي بحكي. اذا الشخص سمعي فانا بدي احاول اكون معي جلسات حديث مكثفه اكثر ما انا لا اطرح له شيء بصري ممكن يضوج، هو شخص سمعي بحب يسمع هدول المواضيع. شخص حسي بده يكون معه جدا عملي، بدي اعطيه حلول، اعطيه خلينا نقول خليني استفيد من الفرصه اللي هو معي فيها، اعطيه مثال عملي دغري يطبقه. يعني مثلا بالتايم مانجمنت على طول بقول له طيب اوكي اذا مر علي ثلاث اشخاص حسيين من فتره سابقه فشو اقول لهم انا؟ اقول لهم اوكي شباب خلينا اكتب لي نهارك، اكتب لي شو بتعمل بنهارك، اعمل مراجعه لذاتك، اكتبها دغري. ما البصري شو عمل معه؟ البصري يقول له تفضل اوكي طيب هاي عندنا قائمه، هي القائمه يشرح له فيها كيف نرسمها. الحسي يقعد احكيها معه دردشه فيها دردشه تمام. فبتفرق من شخص لشخص، لو ركز الشخص على النقاط الاساسيه اللي بيمتلكها الشخص تماما. اللي مقابلك يعني بالمبدا انه بحب اعطيه المعلومه بالطريقه اللي بحبها، ما بحب اعطيه المعلومه بالطريقه اللي انا بحبها. انا شخص بصري مثلا ولكن لا بفرض على حالي اني انا اكون سمعي مع السمعي، حسي مع الحسي، وبصري مع البصري، كثير منبسط انا وياه بنكون مروقين مع بعض بالقعده. فهي تقريبا خلينا نقول مهارات بتبع فيها كمهارات. الكوتش كمان لازم يكون شخص خلينا نقول نحن بنسميه حس الدعابه، ما يكون شخص بيفرض حاله على الاشخاص تماما، بده يكون شوي لطيف دبلوماسي نوعا ما، قادر ينشئ صله ويخلق الفه ويكسر الحواجز بسرعه بين الاشخاص بينه وبين الشخص المتلقي اللي قدامه. هيك كفكره بسيطه عنه. طيب خلينا نحكي عن انماط الكوتشنج، يعني اذا بدنا نصنفها شو هي فعليا. هلا في عندنا كوتشنج رسمي، هذا الكوتشنج غالبا ما بيتبع بعمليات تقييم الاداء. في عندنا كوتشنج غير رسمي، هذا بصير بالحالات نستفيد من الظرف، هاي مهاره الكوتش الرائع انه يستفيد من الظرف والموقف المحطوط فيه ويقلبه لفرصه ليتعلم الشخص، يستغل الفرصه تماما بيتدخل بالوقت الصح. هذا الكوتش الشاطر. بيجي شكل كمان الكوتشنج، في عندنا شكل خلينا نقول جماعي، هو بيقلب الشخص تريننج سيشن ورشات تدريب او دورات تدريب، وفي عندنا شيء فردي واللي هو انا بشوف بنظري مش نظره شخصيه، ما عم بحكي هلا علي كمرجع اكاديمي، بنظره شخصيه بشوفها اكثر فعاليه لانه انا بقدر فوت بالشغلات اللي بيحبها الشخص نفسه، اعطيه شيء بهمه بذات نفسه اكثر ما يحضر مثلا في اشخاص بتجينا على الدورات بدها شيء معين باداره الموارد البشريه، تحضر كورس كامل مشان شيء صغير. لو انا عم بتابع معه كوتشنج انا بعرف هو شو بيعرف من كل اداره الموارد البشريه وبعطيه الشيء اللي بيفيده فقط هو بيرتاح. كمان بصير عندنا الكوتشنج ننتبه في عندنا عده امور. في عندنا الكوتشنج على صعيد شخصي، هم بهذه بده اختصاصيين بعلم النفس وعلم الاجتماع ما كثير مفوت فيه. في عندنا على صعيد الاداء هم بيسموه بزنس كوتش، في عندنا حدا اسمه لايف كوتش اللي هو بيهتم بامور الشخصيه الحياتيه، في عندنا شيء اسمه بزنس كوتش اللي هو بيهتم بامور الاعمال. خلينا نقول البزنس كوتش في عندنا منحيين، منحى انستراكتنج توجيه هو اللي بيكون الشخص لما نشوف الشخص فيه بده يكون باسيف يعني غير فعال غير خلينا نقول متفاعل مع الموضوع، هو انا بفرض عليه حل، بحاول جنبه الخطا، بحاول اعطيه حلول بدل ما اعطيه حل واحد صح ينفذه. بالمرحله الثانيه اللي هو عن جد الكوتشنج خلينا نقول الحاله المثلى، هون الشخص انا اطلع منه الحل، بفعله بعمل له بسموه تمكين. بدل ما انا افرض عليه حل بطرح عليه اسئله هو يوصل للحل الصح. بنفس الوقت انا بكون هون عملي الجلسه بتكون بيني وبينه دردشه، بدل ما تكون انا جلسه اني اسمعه وبعدين افرض عليه راي، لا انا بخليه هو يوصل لانه شو مشكلتك. يعني مثلا بقول له في اشخاص بقعد معهم اوكي احكي لي شو عم بيصير معك، بيحكي طب اوكي طب له وين شايف المشكله، انا ما بقول له شو المشكله. هو بعد ما يحكي انا ما بطلق ولا اي حكم عليه، انا قاعد بموقف المتفرج عم بخليه هو يسمع حاله تمام وين شايف المشكله. هو ببلش بقى يحط لي انا معقول لانه هيك، معقول لانه انا مثلا ما عم بعمل هيك، معقول انه ما بتواصل كثير مع فريقي بعد ما بقدر فوضه بطريقه صح، معقول اني ما بعرف فلان وفلان وفلان، ما بعرف شو قدراتهم اللي اقدر اسلمهم مهامي وريح حالي.
هيك بتصير بقى كأشكال للكوتشنج. نعم أكيد، نحن كتير بدنا نتشكرك كوتش. شكرا لك. وبدنا نتشكر أكيد يمكن كل حدا عم يهتم بإدارة الوقت، عم يهتم بإدارة حياة كل حدا فينا لحتى نضل عم نتطور أكثر، ولحتى نكون بالمكان الصحيح ونحقق الهدف الصحيح. شكرا كتير لك كوتش رواد. شكرا لوقتكم، يعطيكم ألف عافية. هلا. شكرا كتير لك. أما هلا